يقول: ما رأيكم في الكتيبات التي تقرأ في الطواف؟ التزام أدعية في الطواف أو كتيبات لا، ليس عليه دليل، والمطلوب من المسلم أن يجتهد في الدعاء بدون تعيين أدعية خاصة لكل شوط أو التزام أدعية يظن أنها مشروعة للطواف خاصة، هذا غير صحيح. فيدعو الإنسان بما تيسر من الأدعية النافعة الموافقة للكتاب والسنة، ويترك عنه الكتابات والأشياء هذه لأنه لا دليل عليها من ناحية، ومن ناحية أنها تشغله عن ذكر الله وعن الطواف، وينظر بالكتاب وربما يتعثر وربما يعوق الطائفين في طريقهم. نعم.